أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. لازلنا في دروس من المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح. لم تقتصر دروس المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح في مناطق بعينها، بل شملت كثير من المناطق التي كانت الإمامة لا تتوقع ظهورها. وهذه إشارة مهمة جدا للإرادة اليمنية التي تحضر وتباغت الاستبداد والكهنوت في اللحظات الذي يعتقد فيها أنه أجهز بطريقته في الحكم أساليبه وسلطته المنتشرة على الوسائل والأفكار والتحركات التي بإمكانها أن تخلق فضاء حرية من شأنها تقويض سلطة المستبد ووضع حد لحروب الاجتياح التي حولت الذات اليمنية الحضارية لخرابة تحمل عناوين كثيرة من بينها المأساة. تهامة أحد حواضر اليمن في العمق الحيوي للذات اليمنية الحضارية التي تعرضت للاستلاب لحروب الاجتياح وصلت إلى مرحلة الضرب على العظام، وصولاً إلى تقويض أسس العيش وسلب الأرض. الاستيلاء على المحاصيل جعل الإنسان التهامي يعيش بين ثنائية الجوع والاستلاب. بكل تأكيد لم تعش تهامة نوبة استسلام لحروب الاجتياح، لم تكن أيضاً صيد سهل لجحافل الاجتياح. خلقت وسائلها الذاتية، خلقت انتفاضة عرفت بانتفاضة الزرانيق. سنتطرق في هذه الحلقة لدروس بالغة الأهمية من دروس المقاومة لحروب الاجتياح، وهذه المرة من تهامة. خاضت المقاومة التهامية العديد من المعارك التي قدمت فيها دروس بالغة لمقاومة الاجتياح. كانت معركة القوقر أو ما عرفت بموقع ذات السلاسل التهامية أبرز تلك الدروس بالغة التأمل التي تجسد إرادة اليمني ورفضها للظلم والقهر والاستلاب. وتعد هذه المعركة من أشهر معارك المقاومة التهامية في تصديها للقوات الإمامية، وقد نالت شهرة واسعة. والقوقر قرية تقع شمال بيت الفقيه، وتعد من أهم ما تم تسجيله ودونه التاريخ في تلك المعركة، وبالذات في صباح الثلاثاء في 26 من ذي القعدة أو بالتوقيت الميلادي 6 مايو في عام 1929. هزمت المقاومة التهامية الجيوش الإمامية الغازية هزيمة كبيرة كبدتها خسائر فادحة، وقضت على مجموعة من القادة المشهورين في حروب الاجتياح، كما فرضت تكتيكات حربية ذكية جدا للمقاومة التهامية لم تستخدم من قبل، كاستخدام مئة من النخبة المقاتلة كمشاريع هجومية في تلك الأساليب وغيرها، ما جعل الجيوش الإمامية تلوذ بالفرار. كما امتصت المقاومة التهامية الضربة الأولى والتفت حول تلك الجيوش التي جاءت للاجتياح، ثم بدأت المدونات والسيرة التاريخية تفرد العديد من القصص عن بطولة الأفراد المقاومين الذين حاربوا من أجل حريتهم. واجهوا القائد العام لقوات الاحتلال في تلك المرحلة السيف أحمد وجه لوجه، وكاد أن يقتل عدة مرات. هذا المعركة التي بدأت بتلقي السيف أحمد للدعم البشري من والده يحيى في مناطق المرتفعات، بعد صرخة عرفت بصرخة الإمام الشهيرة والتي حملت عنوان مذهبي تحت لافتة انصروا مذهبكم. انفرد مؤرخ تهامي برواية هذه المعركة فقال: مكث أحمد حميد الدين في جبل قحمة يجمع جيشه ويعد عدته، يدبر شؤونه، يجمع الأمراء والجيوش، على كل جيش وضع مسؤول. وبعد يومين كتب كتابا إلى الشيخ يحيى منصر ورؤساء الزرانيق حسب ما حكي، يدعوهم إلى الطاعة والدخول في حكم والد الإمام يحيى حميد الدين، وأنه لا يريد حربهم وإنما يريد السلام ويريد الطاعة. فجاء الكتاب إلى يحيى منصر المعروف بوجهة اجتماعية في الزرانيق، هو من معه، إلى منطقة عرفت بالقريف أو الكثيب، والتي بجانب بئر يعرف ببئر السمية. فلما عرف الكتاب دعا الزرانيق وفهمهم أن أحمد وما عرف بجنة سيزحفون عليهم غدا وسيقاتلونهم، وأن كتابه هذا هو عبارة عن خدعة حربية لا غير، فأمر أن يردوا عليه. اجتمعوا قالوا رد أنت، فأرسل بالجواب رسول وهو عرف بأحمد بن يحيى الصردحي من أهالي الصبرة، وكان قريب من يحيى منصر، وذهب إلى جبل قحمة إلى مقر القائد العام أحمد. وعند وصوله وجد الجيش يتأهب للزحف على الزرانيق للدخول على بيت الفقيه من جهة الشمال عن طريق قرية القوقر، فعرف الحقيقة وسلم الكتاب وعاد إلى رفاقه ليخبرهم بحقيقة الأمر. فوجد أن الناس قد أخذوا الحذر وبدأوا يعدوا أنفسهم عند صلاة الصباح،
تحرك ولي العهد وجنة ومعهم نحو 5000 مقاتل مع القادة والقوات ومدفع ورشاش، فكان الزحف من الشرق الشمالي بقيادة أحمد ومن الغرب بقيادة أحمد السياني، والذين أخذوا طريق العباسي والتف الزرانيق. أما السياني فقد قضي على جيشه مبكرا عن طريق انتفاضة الزرانيق، وأما أحمد حميد الدين فاستمر في الزحف ومعه المدفع والرشاش، ودخل القوقر وملك القرى في الشمال كالباردة الحيدرية. وعندما وصل بدأ كما هو نهج الأئمة يعبث، يحرق المساكن التي حول الحيدرية والقزعة. وحينها هاجم الزرانيق ببسالة منقطعة النظير والتحم القتال، وقامت معركة عارمة استبسل فيها الجيش والزرانيق معا في القرية، واستمرت المعركة على أشدها من الصباح الباكر كما تقول المرويات التاريخية حتى الساعة 5 بالتوقيت القديم، أي قبل صلاة الظهر. فيما يتعلق بانتفاضة الزرانيق هنالك الغائب والمنسي في تفاصيل انتفاضة الزرانيق. الغائب والمنسي في تفاصيل التاريخ في تهامة وأدوار أبطالها الأفذاذ والملاحم التي قامت بتدوينها والدوافع وأسباب هذا الغياب واستحقاقها بعد مرور نصف قرن من ثورة 26 من سبتمبر. صحيفة الجمهورية حينها فتحت هذا الملف، ملف خاص، جابت مجموعة من الأدباء والكتاب والباحثين يتحدثوا عن هذه الفكرة، عن الثورات والانتفاضات المستمرة ضد الظلم والاستبداد وتاريخ النضال الطويل في تهامة، وبالذات أنها امتداد لتاريخ 1000 عام من مقاومة اليمين الحروب الاجتياح. وبدأوا يتحدثوا عن المراحل التاريخية من دولة زيادية حتى عهد الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، وبدأ يتحدثوا عن نضال الزرانيق في تهامة، وغالباً ما يتم الإشارة إليهم وبالذات أنهم كانوا أحد بذور التي حضرت للانتفاضة للثورة الواسعة التي جاءت في ثورة 26 من سبتمبر، والتي يحتفل اليمنيون في كل عام باعتبارها رمز للانعتاق الكبير جدا. ثورة الزرانيق لها دور كبير وكثير من الانتفاضات لهذه الثورة، وبالذات أن الثورة كان من المفترض أن تنصف، والمشروع الجمهوري أن ينصف العمق اليمني الذي تعرض للتهميش، وبالذات الذين تعرضوا للقمع وأقتيدوا إلى سجون حجة من الزرانيق، وكثير ما يزال مصيرهم مجهول، لم يعرف ما فعل بهم، لم يتم الإخبار عن حياتهم عن يومياتهم. الكثير من الأحداث والتفاصيل ونضال هذه الحركة ومواقف أبنائها وأدوارهم المختلفة، والتي عملت المدونة الرسمية للأسف الشديد على تغييبها، سواء من خلال التركيز على تاريخ مركز الدولة وعواصمها أو كتابة التاريخ من قبل المنتصر. ليبقى تاريخ هذه الثورة الوطنية والانتفاضة المهمة جدا يفتقر إلى الكثير من الدراسات العلمية والمنهجية المتفحصة التي تكاد تنعدم لولا دراسات يتيمة بعضها لعبد الودود مقشر، وهي عرفت بالزرانيق في الحكم العثماني، بالإضافة إلى بعض الكتابات والتناولات والإشارات العابرة التي تعد لبعض الباحثين، وبالذات تلك التي كانت تحتوي الكثير من الثغرات نتيجة غياب مئات النصوص والشواهد التامة التي تؤرخ لانتفاضة عظيمة مثل انتفاضة الزرانيق، واعتمادها على نصوص واردة من المنتصر في هذه المعركة، والتي اعتبرت انتفاضتهم تمرد ودعوة للخروج والتفرقة والانفصال، وألحقت بأحرار تهامة العمالة والخيانة، بينها أيضا لم يتم تدوينها كانتفاضة وطنية ضد الإقطاع وضد مشروع الإمامة بشكل عام، وأيضا مطالبهم المشروعة والحقوقية التي من خلالها كانوا يرفعون لافتات كثيرة هي تعكس قيمة المواطنة وتنشد العدالة. ثارت قبيلة الزرانيق على الإمام يحيى حميد الدين كان في عام 1925، الأمر الذي دفع الأخير إلى إرسال الحملة الكبيرة جدا والتي أفردنا لها العديد من التفاصيل. ولكن قدمت المقاومة وقدمت انتفاضة الزرانيق كما يقول الكثير من المؤرخين وكما تقول المدونات الشفهية المتوارثة إلى الآن، دروس مهمة جدا من دروس اليمنية في مقاومة حروب الاجتياح، وقامت باستبسال كبير جدا ووضعت العديد من الدروس، سواء فيما يتعلق بالمباغتة بحيث أنها استطاعت أن تباغت هذه الانتفاضة العظيمة جحافل الإمامة التي جاءت مثلا تدشن حروب الاجتياح، أيضا كثير من قادة الحملة الذي ذهبوا إلى الزرانيق ذهبوا ولم يعودوا،
والذي جعل هذا الدور وهذا الاستبسال وهذا المقاومة جعل أيضا الأئمة يجيشوا وينكلوا بهذه المنطقة التي قدمت درس مهم جدا من دروس المقاومة لحروب الاجتياح، كما أنها أيضا كسرت معادلة القوة فيما كانوا يعتقدوا أن هذه المنطقة التي لا تعتقد أن تخلق وسائل المقاومة والتي أيضا تعرضت للتهميش وتم إدارة السلطة فيها بطريقة تعكس الإذلال وتعكس الاستلاب. جمعوا كثير من القبائل في المرتفعات العليا ومن القبائل المجاورة وعدوا العدة بشكل كبير جدا في ظل أيضا التفوق العسكري والتفوق أيضا في العتاد والتفوق أيضا في الكم، لكن عملت الانتفاضة انتفاضة الزرانيق دروس كثيرة غيرت معادلة القوة لدرجة أن جحافل التي جاءت بقيادة السياني نحو بيت الفقيه تم مثلا دحرها بشكل كامل من قبل المقاومة، وأيضا تواجهوا مباشرة وجها لوجه واستخدموا العديد من الوسائل التي كانت تذهب إلى تطويق جحافل الإمام أحمد حميد الدين. طبعا للتوسع حول انتفاضة الزرانيق أحد الدروس المهمة في المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح، هنالك العديد من المصادر من بينها كتاب كيف غنت التهامة لعبد الرحمن طيب بعكر، كتاب أيضا اليمن الجمهوري لعطل البردوني، مادة بحثية لعبد الودود مقشر، وأيضا قراءة موسعة قامت بها صحيفة الجمهورية. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم لمشاهدة مناظر من الزرانيق وتهامة مصحوبة بمقطوع من التراث الشعبي في تهامة، تراث الزرانيق، وسيكون هذه المادة أيضا مهمة جدا وثرية تمزج ما بين الأرض وما بين أيضا الموروث الفني. تقبلوا خالص الشكر مشاهدي الكرام، كما هو الشكر موصول للفريق الفني برنامج اليمن أصل الحكاية ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر. أودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسبأ.